البداية من الشأن البرلماني، حيث أغلق باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة 2023 على 252 مرشحا، وذلك بعد تنازل 2، وتقدم 41 مرشحا ومرشحة، 35 ذكور و6 إناث اليوم إلى مجلس إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح في 10 أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023 المقرر عقدها في 6 يونيو المقبل. وبذلك يصبح العدد الإجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشيح خلال أيام التسجيل 10 254 مرشحا، منهم 239 ذكور و15 إناث، في حين أن صافي عدد المرشحين 252 مرشحا بعد تسجيل حالتي تنازل عن الترشح. ومن هذا المنبر أود أن أقول بأن مجلس الأمة ليس محتكراً على الرجال فقط، والكرسي لا يورث لأحد، وإنما هو حق كفله الدستور لكل من الرجل والمرأة بحق الانتخاب والترشيح. لذلك لابد علينا أن نقوم بالتغيير واختيار وجوه جديدة متعلمة ومتمكنة. يا أخوان، اسقاط القروض ترى هي كذبة، لا تصدقونهم، لا تصدقونهم أنهم راح يستطيعون أن يسقطون القروض. إسقاط القروض ما في إلا طريق واحد فقط، غيره ما يصير، وهي بمكرمة أميرية من صاحب السمو. عدا ذلك ما يصير، دغدغة المشاعر والضحك على الناس. وأيضا من السابق كانوا يحرضون الناس أنهم سوف يسعون لإسقاط القروض، ومنهم من راح اقترض، ومنهم من ورط نفسه. هذا كله كلام ما أخذ خيره. لذلك عليكم أن تختارون صح. سأتبنى جميع قضايا الوطن والمواطن لما آل إليه سوء أحوال البلد، من دمار شامل وانهيار عميق وكلي في جميع مؤسسات الدولة، والمنعكس على ترد الخدمات للمواطنين، والعمل على تنظيف البلد ونهضته وتنميته، وتفعيل حقيقي لمكافحة الفساد بشتى أنواعه المالي والإداري، حيث أن الاستقرار لا يبدأ إلا بالإصلاح السياسي. الصراعات اللي قاعدين نشوفها يا أخوان هي المشكلة الأساسية الآن. سياسة الإقصاء والتمترس خلف فصيل ضد فصيل آخر، والفصيل الآخر ضد الفصيل الثاني. المواطن البسيط شنو ذنبه؟ المواطن يبي يعدل الشوارع، المواطن يبي الآن توفير أدوية. وصلنا لمرحلة أن أدوية غير متوفرة، مستشفيات تقول لك هاك هذه الوصفة الطبية وروح حق الصيدلية اشتغل. لذلك يا أخوان الوضع فيه من الخطورة ما فيه أن لا نصل إلى مرحلة أسوأ من هذه المرحلة. رسالتي اليوم أرجو الالتفات لمطالبنا، وسأسعى كقوة صوت للمرأة في البرلمان الكويتي كقوة وطنية ضاغطة ورشيدة، وللوصول لتحقيق أهدافنا. وعلينا أن نعي كذلك أن الحكومة المثلى هي حكومة القانون للمؤسسات، لا حكومة رجال وأشخاص. ما أطالب به إلغاء جمعيات النفع العام التي تكون لها أذرع سياسية وصارت لها تستغل مكانتها ووضعها الاجتماعي في استغلال السياسة والاستفادة من هذا الأمر. يجب إلغاء هذه الجمعيات كلها، ويكون عندنا هيئة باسم صاحب السمو حفظه الله للإغاثة وأعمال الخير، وكل من أراد الفعل الخير والإغاثة والدعوة وأعمال الخير ينطوي تحت هذه الهيئة كما يعني فعلت بعض الدول الشقيقة.